أنني لا أرقب أن أكون في هذا الوضع اليوم الذي أنا فيه. فإذا كنت بالأمس في هذا الكرسي اللي أنا جالس عليه أرفض أني أمسك بدلا عن علي عبد الله صالح، لكن القدر وإصرار الرئيس على هذا الكلام وضعني في هذا الوضع. وأنني لا أستطيع أن أغطي خبرة وشعبية علي عبد الله صالح في هذا الكرسي ولا أكذب على نفسي. وأنني كنت أعمل طوال 16 سنة مع فخامة الأخ الرئيس، ولكن كنت عامل مساعد معه، لكن لا أستطيع أن أكتسب خبرته وشعبيته وذكاءه في التعامل مع كل شرائح المجتمع في اليمن. أنني لا أستطيع العمل في هذا الوضع إلا بدعم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام. وأنني لا أحب أن أضع نفسي في هذا الوضع، ولكن بتكليف فخامة الأخ الرئيس وبتكليف المؤتمر الشعبي العام سأعمل بكل قواي لخروج اليمن من هذه الأزمة.